تماشيا مع قرارات مجلس الموارد المائية برئاسة معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء حول تعظيم الاستفادة من الموارد المائية في المملكة واستدامتها، وقع معالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط وسعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عن بعد على مذكرة تفاهم حول الإدارة المتكاملة للموارد المائية في مملكة البحرين. برامج وخطط مدروسة صممت خصيصا من أجل الحفاظ على الثروة المائية في البحرين، فتمت صياغتها بعناية، فتوافق عليها وزير النفط ووزير الأشغال لما تحمله من خطط مستقبلية وأسلوب عمل متخصص تقوم عليها خبرات متميزة من كلتا الوزارتين، ما يسهم في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة لتلك الموارد. تنفيذا لتوجيهات سامية من سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد حفظه الله في كلمته السامية بدور انعقاد مجلس النواب بالاهتمام بالبيئة وتأثير تغير المناخ على البيئة بشكل عام والمياه بشكل خاص. والعمل يأتي تحت مظلة المجلس الأعلى للموارد المائية برئاسة معالي الشيخ خالد بن عبد الله، ونعمل نحن في الهيئة الوطنية للنفط والغاز ضمن عمل اللجنة مع الصندوق الأخضر لتغير المناخ وبالأخص في مجال المياه، واليوم مع هيئة مع وزارة الأشغال والبلديات كذلك نعمل إلى تعزيز موارد المائية في البحرين، التعرف عليها، حصرها، وزيادة الموارد المائية باستخدام آخر التقنيات. فإن شاء الله هذه الاتفاقية سوف تفتح لنا المجالات للاستفادة من التقنيات المعمول بها اليوم في قطاع النفطي واستخدامها لاستدامة الموارد المائية. صقل مهارات الكوادر البشرية العاملة في مجال المياه أبرز ما تضمنته مذكرة التفاهم، حيث شددت على أهمية التعاون في تنمية قدراتها بما يمكنها من تحقيق الأهداف المنشودة والتطلعات الوطنية للحفاظ على المياه. بالنسبة لنا في وزارة الأشغال من خلال مشاريع الوزارة في إنتاج وتوزيع المياه المعالجة، هناك كميات كبيرة يتم إنتاجها من خلال محطات المعالجة في توبلي وفي المحرق وفي عدد من وأيضا محطة مدينة سلمان وعدد من المحطات، وتستخدم حاليا في أعمال التخطير والتشجير وأيضا في استخدامات الزراعية لري المنتوجات أو النباتات الغير ورقية. طبعا احنا نطمح من خلال هذا التعاون، خلال هذا التنسيق، هو الاستخدام الأمثل للمياه بكافة مصادرها والاستفادة من كل قطرة ماء هذا لصالح شعب البحرين والمواطنين من مواطنين ومقيمين. حرص متواصل من قبل الحكومة الموقرة على ضرورة توافق عمليات التنمية بأبعادها المختلفة مع توجهاتها، والتي تسعى إلى تحقيق استدامة الموارد الطبيعية وفي مقدمتها الثروة المائية. جاء توقيع هذه الاتفاقية للعمل على وضع الخطط الناجعة لتحقيق الاستفادة القصوى من المياه بمختلف مصادرها بما يساهم في الحفاظ على الثروة المتجددة. كل القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.